عزيزتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا قاع بخير وفي صحة جيدة. اليوم عاود رجعتكم للمطبخ ورايحين نديروا واحد الوصفة يعني ذات مذاق رائع، واللي تتشبه لواحد الشوكولا اللي تتباع يعني السعر تاعها غالي، اللي هي فيريرو روشي. هذه الوصفة حق في حقيقة الأمر تعلمتها على الخط تاع الزوج، يعني في واحد 19 سنة، والابناء تاعي كل مره يطلبوني باش نديرها. هي سهله التحضير، ماهيش صعيبه، وبدون فرن، يعني ما تدخل لا فرن لا والو. اذا نفوتوا مباشره للمقادير. هنا عندنا انا دايره الوصفه برطل نتاع غلاساج شوكولا. رطل غلاساج شوكولا راني درتها في البان ماري. والغلاساج انا ما نقولكمش علاش تستعملوا، كل واحد وش يستعمل. راه كاينين الحمد لله يا ربي في الاسواق، راه كاينه يعني كاع لي غلاساج متنوعه. اذا اللي موالفين تخدموا به استعملوه. غلاساج وشوكولا نوار. اذا عندي رطل راني درتها في بان ماري او هنايا، وعندي باكي نتاع ديول يعني هنايا، دوك نوريكم كيفاش نديرها باش نستعملها. هنا درتها في الطاجين، حمرتها في الطاجين، والان بطريقه سهله كي تخلوه يبرد، خلوه يبرد شويه ومن بعد كسروه بهذه الطريقه. هيا اذا بهذه الطريقه خلاص يتكسر بطريقه عشوائيه، ما يجي زعما يعني يكون خلوه الطرف شويه. ها فوالا، اذا هاني نوريكم، ها هو كيفاش راه الديول. وعندي 250 غرام نتاع كوكاو. هنا الكوكاو راكم تشوفوا فيه حمصته يعني قليته وحمرته، شوفوا يكون محمر جيدا. علاش؟ لخاطر هذه حلوه بدون يعني ما راحش تروح للفرن، اذا لازم يكون محمر بطريقه جيده باش المذاق تاعها يعطينا واحد المذاق جيد يعني سافوغ. دونك راكم تشوفوا هنايا راني نوريكم، اذا هذا راه محمر يعني مقلي ومحمر بطريقه جيده، تما ريحته ماهوش رقيق وماهوش غليظ، اذا في الوسط. وعندنا نزيدو معاها شويه تاع حلوة الترك. حلوة الترك يعني مادامك تكثر مادام تجي البنه احسن. ونزيدو كاين كذلك هنا عندي زوج ملاعق تاع الزيت، رايحه نزيدهم درك قدامكم. عندي وحده وعندي زوج، اثنين. تقولوا لي الزيت شنو هي الفائده تاعها؟ الزيت تعطي واحد اللمعان للشوكولا للحلوه، راكم تشوفوا هنا راهي تلمع وتعطيه تن حتى للطراوه، يطرى بفضل الزيت. وال هذا الزيت هو اللي يطري لنا هذه الحلوه. اذا هنا شنو نديروا؟ خلاص هنايا نبقوا نجمعوا يلا مادام الشوكولا راهي طريه ما تخلوهاش حتى تبرد، حتى غادي تغبلكم شويه. اذا هنا هكذا نزيدوا دائما، ولا ان باكي نتاع ديول، وديول اللي نتوما تستعملوه يوميا. انا مابغيتش نوريكم يعني لا مارك نتاع الديول، علاش؟ باش ما تتقيدوش، كل وحده وعلى حساب الديول تاعها اللي تخدمها يعني تخدم به في المطبخ تاعها. اذا هنا خلاص شنزيدو؟ نزيدو ها نشوفو، نزيدو الكوكاو، نزيدو الكوكاو، نزيدو ونشوفو، لان الكوكاو واحد الرائحه رايت يعني ما شاء الله يعطي واحد الذوق وحتى الرائحه. اذا هنايا يلا لازم تكونوا شويه خفاف العمل، وما هوش يعني ما يديش الوقت. انا كل يعني كل مره وخاصه المناسبات كيما الاعياد ولا ونكثر يعني ندوبلي المقادير. مثلا في هذاك ندير كيلو، واليوم باش ندير رطل تاع الشوكولا ندير كيلو نتاع الشوكولا، ندوبها قلنا في ماء في بان ماري، ماء حمام مائي حمام مريم. ونزيدو هاد المقادير اللي هما الكاكاوات، الكوكاو مقلي ومقلي جيدا، وترحوه وما ترقوش بزاف. ونزيدو درك حلوة الترك وتلموها يعني كلشي، دخلوا كلشي في بعضه
وصدقوني رايحين تتوقوا تذوقوا واحد المذاق رائع. انا نديرها في يعني يومين ثلاثه ما يخلوش ما يخلوهاش. علاش؟ لانها لذيذه جدا، عندها ذوق رائع. اذا هنايا خلاص ندخل كاع المقادير مع بعض، المكونات ندخلهم جيدا، ومن بعد هنايا انا ننصحكم تخدموا بالملعقه الصغيره. علاش نقول لكم علاش؟ لان هنايا باش الكميه تعطيكم كميه اكبر من تستعملوا الكاسات يكونوا صغار. انا هذا اللي راه عندي متوفر كاين اصغر من هادو تقدروا تستعملوهم. اذا سمحوا لي نجيب ملعقه صغيره ورايحين. اذا خلاص هادو جمعوا نسحقوهم. الان عندنا هنايا لي كيسات، هنا لي كيسات تخدموا تعمروهم بطريقه هكذا يعني فوالا. ومادام يعني سخون، خاطر الا برد غادي شويه يغبنكم، ما تكثروش في الحبه. اذا هنايا هكذا هكا راكم تشوفوا فيه، ولكن كي ينشف يولي على شكل اون غوش كما نقولوا حنايا، ها يشبه الفيريرو روشي هكذا. لان هذا هو وطعم قلتلكم ولا اروع، طعم لذيذ جدا صدقوني. رايحين يعني جربوها وما تندموش وما تديلكمش الوقت. ماهيش انا راني يا ربي في ميم با شحال كنت تحسبوا الفيديو تشوفوا باللي ما يشدش يعني التحميص نتاع الديول ما يشدش الوقت. والكاوكاو انا نقول من الاحسن تحضروه قبل. اذا هكذا نعمرو لي كيسات هكذا. اذا نعمروهم جيدا يكونوا متوازنين يعني كاع ديروا كاع الحبات قد قد. بالنسبه للتزيين انايا ما راش عندي انا مول في ندير الجوز حقيقة، ولكن الجوز راه غالي يعني دوك ماناش نقدروا نشروه لأنه غلا أكثر. ولكن إذا كانت الكمية صغيرة ولا خرجتوا بغيت ديروا تدوه المناسبة ولا، أنا نفضل ديروا فوق يعني طرف نتاع الجوز يعني القرقع يجي مذاق رائع. وبعض المرات ندير الكراميل، ندير نسلي كراميليزي يعني يجي ما شاء الله، نديروا فيه بوشادوي ولا وتزيدوه. ولا بعض المرات غير الحلوى الفضيه من الفوق، حلوى فضيه يعني تدير العمل تاعها والدور تاعها في التزيين. دونك انايا راني راح نزيدو نكملو هادو الحبات باش نبين لكم نوري لكم. هذه هي الحلوى بكل بساطه، ماهيش يعني صعيبه وفيها، وخاصه انا صدقوني نفضل الحلوى بدون فرن لانها ما فيهاش التعب كثر يعني طريقه سهله بسيطه. حتى ولو شفتوا هنايا هاي شويه طرف تاع هذاك معليش، حتى غادي رايحين نزيدو فوالا ذاق هائل. غادي نقدمها لكم في صحن. اذا هنايا ها هو هنايا تعذر عليا في بالنسبه للتزيين لاني ما راش عندي الكراميل. تقدروا ديروا الحلوى الفضيه، تقدروا ديروا الجوز، تقدروا ديروا قلت لكم نسلي كاراميليزي وتخلوها تنشف يعني كاع الليل وهي تنشف، ولا لدتوها في الصباح حتى العشيه. اذا ها هي الحلوى تاعنا رايحه حاضره واجده. ان شاء الله نتمنى هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله نتلاقوا في المره الجايه ومع السلامه.